بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم اعزائي طلبه وطلبات الصف الثاني الاعدادي للغات، معكم مستر طه الغيطي من قناه ذاكر الحساب. النهارده ان شاء الله هنبدا في اول ليسونز في الجيومتري في السلسله بتاعتنا اللي هي اسمها ماس تيك اواي. فنركز مع بعض كده وان شاء الله هتلاقي كل حاجه سهله جدا جدا جدا. عندك هنا في اول ليسون 1 بعنوان التايتل بتاعه بيتكلم عن حاجه اسمها ميديانز اوف ذا تراينجل. ميديانز اوف تراينجلز يعني ايه الميديانز؟ يعني ايه الميديان؟ يعني ايه كلمه ميديانز؟ ركز معايا في كل كلمه انا بقولها علشان يعني تلاقي الموضوع سهل جدا، انا هبسطه لك الى ابعد مما تتخيل. يعني ايه ميديانز؟ الميديانز هي عباره عن لاين سيجمنت درون فروم ذا فيرتكس اوف ذا تراينجل. فيرتكس اوف ذا تراينجل يعني من اي راس من المثلث تو ذا ميد بوينت اوف ذا اوبوزيت لينس او ذا اوبوزيت سايدز. تاني كده، هو عبارة عن قطعة مستقيمة line segment drawn في the medians of the triangle is a line segment drawn from any vertex يعني من أي رأس، يعني سواء من هنا أو من هنا أو من هنا of the triangle to the midpoint. وخلي بالك من كلمة midpoint. midpoint اللي هي point D. البوينت دي ديت اسمها ميد بوينت. يعني ايه ميد بوينت؟ يعني قسمت اللينس البي سي ده لاتنين قد بعض. يعني بمعنى اصح هنا اقول ان البي دي ايكوالز الدي سي. يعني لو كان ده مثلا ب 3 سنتيمتر ده برضه هيبقى 3 سنتيمتر. اوكي؟ ذا لينس البي دي ايكوال 3 سنتيمتر، ذن ذا لينس اوف دي سي ايكوال 3 سنتيمتر. ده ب 3 ده برضه هيبقى دي 3، ده معنى كلمه ميد بوينت. لما اجي ارسم بقى لاين سيجمنت فروم ذا فيرتكس تو ذا بوينت ديت هي الاي دي ديت اسمها ميديان. اسمها ايه؟ ميديان. ميديان. طب اشمعنى ما اسمهاش لاين سيجمنت؟ لان هنا هي اترسمت من عند الفيرتكس لايه؟ للميد بوينت بتاع الاوبوزيت سايدز. يعني اتوصلت من عند الفيرتكس لايه؟ للميد بوينت. فعشان كده احنا سميناه ميديان، ولا اسماء تانية كتيرة جدا، بس انت هتعرفها بقى في ايه لحد اخر الجيومتري بتاعك. احنا هنا بناخد على قد الدرس بتاعنا، دي اسمها ميديان، والمفروض عليك انك تعرفها ان هي اسمها ميديان. وده اساس الدرس بتاعنا. يبقى تاني، الميديان اوف ذا تراينجل از ا لاين سيجمنت درون فروم اني فيرتكس اوف ذا تراينجل تو ذا ميد بوينت اوف ذا اوبوزيت سايدز، اوف ذا اوبوزيت ايه سايدز. طيب، التراينجل عنده كام ميديانز؟ Any triangle has three medians. Any triangles has three medians. يعني عنده three medians. عمرها ما تكون four، عمرها ما تكون two. تمام؟ يبقى any triangles has three medians. Any triangle has three medians. طيب فين ال three medians دولت؟ ال three medians أدم ال one اهوت. هنا من ال vertex برضو. وهنا برضو من ال vertex B. طبعا لازم يعمل لي هنا ايه؟ ميد بوينت هنا. ميد بوينت هنا، يعني لازم تكون دي قد دي وبرده دي قد دي. ركز معايا في اللي جاي دي. The medians of triangles are concurrent. Concurrent يعني بيتقاطعوا، اللي هي معنى كلمة intersect. يعني بيعملوا حاجة اسمها intersecting، يعني بيتقاطعوا وبيتقابلوا هنا الـ 3 medians هنا في point 1 point في 1A point. دي اسمها concurrent. طيب تمام اهوت، بيقول لي هنا the medians of triangle are concurrent. ركز بقى في اللي جاي ده بقى، لان ده برضو اساس الدرس. احنا قلنا ان ال 3 medians are concurrent، يعني بيعملوا حاجه اسمها intersections. الام ديت اللي هي الام ديت از ذا intersection point، يعني نقطه التقاطع. عندك هنا بيقول لك the point of concurrence of the medians of the triangles divide each median in the ratio of 1 to 2 from its base. ركز بقى في اللي جاي ده بقى. يعني بيقول لك هنا ان البوينت ديت بوينت ام divide each median in the ratio، يعني بتقسمها بنسبه 1 to 2 from the base and 2 to 1 from the vertex. نركز مع بعض في الكلمتين دول. انا عندي هنا مثلا تراينجل اي بي سي، وقلنا ان ده ميديان وده برضو ميديان، وديت بوينت ام بوينت ذا انترسكشن بوينت. تمام؟ اللي حصل هنا ان الميديان اي دي، ان البوينت ام ديفايد الميديان الاي دي ان ذا ريشيو 2 تو 1 فروم ذا فيرتكس
and 1 to 2 from the base. يعني البوينت ديت قسمت الميديان اي دي بنسبه الريشيو ديت بنسبه 2 to 1 from the vertex، يعني بنسبه 2 الى 1. وخلي بالك هنا ان الريشيو ديت دي مش نمبرز، دي مش نمبر، دي ريشيو. خلي بالك دي ريشيو يعني ايه؟ يعني لما اقول مثلا الفلوس ديت اتقسم عليك انت واخواتك، مثلا انت واخواتك ثلاثه، جه باباك مثلا قال لك انا هقسم ال 100 جنيه ده عليكم انتوا الثلاثه بس بنسبه انت الثلث، هم يعني انت الربع والباقي الثلاث ارباع، يعني انت ربع الكوارتر بتاع ال 100 والباقي يتقسم عليك على ايه؟ اخواتك التانيين. دي اسمها ريشيو، دي ما اسمهاش مبلغ، ما اسمهاش ده مش عدد. يبقى 2 to 1 دي اوعى تتعامل معاها كانها نمبرز، كانها لينس. اوعى تقول لي في يوم من الايام ان الاي ام ديت اللينس بتاعتها 2 سنتيمتر او الام دي 1 سنتيمتر، لا طبعا دي ريشيو، دي ريشيو. يبقى تاني هنا بيقول the point of concurrence of the medians of the triangle divide each median in the ratio 1 to 2 from the from its base، يعني 1 to 2 from the base، يعني بنسبة 1 إلى 2 من عند البيز، من عند الايه القاعدة، and 2 to 1 from the vertex. وخلي بالك لأن هيجيبها لك complete كتير، complete كتير. يبقى 2 to 1 from vertex، 2 to 1 from A vertex. طيب لو قلت لك انا عايز الريشيو بتاع الاي دي كلها على بعضها، الميديان اي دي، الميديان اي دي الريشيو بتاعتها ب 3، برضه ما تقولش 3 سنتيمتر، دي ريشيو. يبقى الاي دي دي الميديانز بتاعتها ب 3، الريشيو بتاعتها ب 3. خلاص كده يعتبر احنا خلصنا يعني ايه النظري. هتقول لي طب ده التمارين والاكسرسايز والحاجات دي كلها مالكش دعوه، انا اهم حاجه عندي انك تفهم الكلمتين اللي احنا قلناهم. يبقى قلنا من اول الفيديو ان الميديان اوف ذا تراينجل از ذا لاين سيجمنت درون فروم اني فيرتكس تو ذا ميد بوينت اوف ذا اوبوزيت ساينز، تو ذا ايه اوبوزيت ساينز. خلاص هنا بيقول لك ان تراينجل هاز 3 ميديانز زي ما قلنا قبل كده، والبوينت ديت اسمها انترسكشن بوينت، ذا ميديان اوف تراينجل ار كونكورنت، يعني بيتقاطعوا في بوينت واحده. خلاص تمام. هنا برضو الانترسكشن بوينت الام مالها divide each median ال AD بنسبة ratio in the ratio 2 to 1 from the vertex and 1 to 2 from the A from the base. وخلي بالك الكلام ده كله الميديانز كلها، يعني ال CF ال CE برضه نفس الشيء. شوف لو جيت تلاحظ حتى هتلاقي ان ال CM يعني يعتبر ال bigger عن ال ME، يعني greater than ME. هنا برضه ال ratio بتاعتها 2 to 1 والريشيو بتاعت السي اي دي كلها على بعضها ب 3